نعتذر على الإزعاج هذا اللي سببناه من ممكن الأخيان في الفترة هذه لفترة السخانة وممكن فما شوية غبرة وكل هذين نتفهمه، ولكن احنا رانا ما وقفناش الأشغال على خاطر هم الأشغال ممتدة كما تعرفوا معناه من تقريبا من بوعسيدة في اتجاه طريق جابش حتى تقريبا محاول المطار تو حاليا. دونك الأشغال الكل على تقريبا حوالي سبعة أو ثمانية كيلومترات، دونك ممتد الحظيرة ممتدة. هذاك علاش معناها ربما تظهرك في بقايع ما فماش خدمة، ولكن هي في بقايع آخرين فما برشا خدمة. على كل احنا بالنسبة للأخيان هذوما التجار نكرر المعذرة على الإزعاج اللي معنا سببناه احنا غاديكا، وأنا معنا نوعدهم اللي يكونوا في أسرع وقت ان شاء الله معناها نرفعوا وديك معناها تكون نكملوا الاشغال غاديكا. ولكن انا جست باش نقول نفتح قوس كون احنا رانا بالنسبه للاشغال في المنطقه هذيك المركز العروي راهو وقفنا عليها نظرا الى كونه في الخيانة في السونات عندهم بعض الاشغال اللي هما قايمين بها، وبما انه معناها الفتره هذيا كما تعرفوا معناها فترة السخانة وفترة معناها زاد كيف كيف معناها دي كوبير دو كورون وكذا، دونك الأخيان نتاع في السونات عندهم ضغوطات أخرى بعيدة على ممكن على الشانتي نتاعنا، هذاك علاش معناها ما تمكنوش من التدخل بسرعة. ولكن هما قائمين بمجهود كبير ياسر وانا نشكرهم على ذلك، وهما وعدوني قالوا لي تو ندخلوا في الايامات هذيا ان شاء الله باذن الله معناها يدخلوا في المركز العروي على مستوى القنوات اللي تمر تحت المعبد ويصلحوها، واحنا معناها بطريقه سريعه في جرتهم نكملوا معنا الاشغال نتاعنا. ان شاء الله بالطبيعه استكمال الشغل يكون في اسرع وقت. فقط سؤال اخير سير جب، هل سيقع فتح حتى لو كان ما كملتش معنا الاشغال نحن باش نقوموا بصفه دوريه بالاروزاج، معنا نحطوا الماء على الشوتيه باش ما تطلع لهمش الغبر. انا ديجا معنا عطيت تعليمات ملي كلمتني انت بالتليفون، انا عطيت تعليمات باش يدخلوا معنا بصفه دوريه باش معنا ينقصوا على الاقل الغبره على التجار وخيانة التجار باش ينجموا يخدموا على رواحهم بصفه طبيعيه من غير ازعاج من غير حتى شيء. شكرا سرجان. فقط سؤال اخير، هل سيتم قريبا فتح بعض الاجزاء من القاصه الحزاميه امام حركه المرور ولا ما زال الوقت؟ هو راهو احنا معنا لازم تقول هي مفتوحه معنا مفتوحه، ولكن شنو باش نقول لك احنا معنا السيد الوزير وقت اللي معناها جاء في زياره لهنا لولايه الساقس معناها قال اعطى برنامج تقريبا واعطى رؤيه معناها شامله، قال معناها احنا ماناش باش نحلوا بالوحيده احنا نجمو نحلوا بالوحيده، ولكن هو حاب يعمل معناها حاجه اللي هي ربما فتح المعابر هذه ولا الممرات العلويه هذه تباعا. دونك المؤمل كما قال السيد الوزير وكونه من هنا لاخر العام يكون عندنا 5 ممرات علويه مفتوحه للناس الكل. الممرات هذايا نذكروا تقريبا احنا تقريبا في الممرات هذوما اللي هو من بعسيده حتى كما قلت لك طريق المطار تقريبا احنا تقدم الاشغال نسبه 90%. مازلت لنا كان حكايه معناها كان حكايه تسكي معناها فولي سيكيورتي وفولي امينجمون، هذوما هما معناها التهيئه والسلام المروري قاعدين نخدموا عليهم لي دو فولي هذوما، وان شاء الله بقدره ربي معناها كما قال السيد الوزير نحن معناها تباعا باش نخلوهم من هنا حتى لاخر العام هذا.